مركز العزل في بلدية مسلاتة يعمل رغم كل الظروف والمعوقات التي يعانيها، حيث يستقبل المركز يوميا العديد من الحالات الحرجة، سواء كانت من بلدية مسلاتة أو ترهونة أو من العمامرة. بعض هذه الحالات تتمثل للشفاء وتغادر المركز بعد يومين أو ثلاثة، ولكن بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا تحتاج للعناية الفائقة والمراقبة الصحية المستمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على اهتمامكم بموضوع المركز عزل يقدم خدمات للمنطقة. مركز عزل هو طبعا مركز يعتبر من ناحية القدرة السرية متاعه ما يغطيش حتى منطقة مسلاتة، زيادة على ذلك أنه يأخذ في حالات من منطقة ترهونة وقصر خيار وحتى القربولي وجزء من الخمس. فالمركز عليه الثقل وعليه ضغط كبير يعني من المناطق المجاورة، لذلك قلت لك ساعة السرية من الأول يعني ما تكفيش لعدد السكان، لو خاصة ما تزايد الحالات في وجود السلالة الجديدة متاع الدلتا هذه سلالة الانتشار. فيقدم الخدمات للمرضى ويستقبل في المرضى، خاصة الحالات اللي نعطوا في الأولويات الحالات اللي تعبانة أكثر من الحالات المتوسطة، الحالات المتوسطة ممكن يتم علاجها في البيت. المركز يواصل أداء عمله الإنساني بفضل جهود الخيرين من أهالي مسلاته وبعض رجال الأعمال والجمعيات الخيرية الذين تبرعوا لدعم تجهيز المركز وسط غياب الدعم من وزارة الصحة أو من المركز الوطني لمكافحة الأمراض. ومن أبرز المشاكل التي يعانيها المركز هو عزوف بعض العناصر الطبية عن العمل بسبب تأخر صرف مرتباتهم وغياب بعض المعدات والمستلزمات والأدوية اللازمة لإنقاذ حياة المصابين بالوباء. ولكن عانوا من مشاكل يعني معظم المراكز اللي هو النقص الشديد في بعض المشغلات، خاصة اللي المفروض مدمنة به وزارة الصحة، في حاجات ما تقدرش تجيبها عن طريق وزارة الصحة، قاعدين يجيبوا فيها بتبرعات من بعض المواطنين والناس، المشغلات والحاجات نتاع التحاليل ومشغلات نتاع الأجهزة التنفس الصناعي اللي هي مستهلكة يعني يسموها ديسبوزبل هنا. بالإضافة طبعا في نقطة ثانية واجهها المركز هذا، بداية عزوف بعض العناصر الطبية وطبية المساعدة، وما تقدرش تلومهم لأن لحد الآن ما خدوش مستحقات بالذات في السنة هذه، يعني كل واحد عنده ظروف وعنده أسر وعنده التزامات وما فيش مستحقات صرفت، فهذه يعني بتقلل من حتى من العطاء ومن كفاءة العناصر. الحالات الموجودة زي ما قلت لك حاجات من متوسطة إلى الحرجة، الحالات الحرجة تخش العناية لأن تتحسن، بعض الحالات طبعا ما تتحسنش، معروف المرض وشراسته ومضاعفاته، فاللي تتحسن ترجع للقسم لأن تم الشفاء، واللي ما تتحسنش هو مرض فتاك معروف يعني. معاناة وصعوبات كثيرة، لكنها لم تحبط من عزائم الكادر الطبي أو من المتطوعين لخدمة المصابين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والعلاج الطبي بكل السبل المتاحة.